برضو في استكمالا لاخبارك يا كريم، في اخبار حلوه وعوده برضو او انضمام علي معلول لبعثه الاهلي، والدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق هو اعلن تعافي كمان محمد محمود من اصابته بشد في العضله الخلفيه، وبدا برنامجه التاهيلي لجانب الانتظام عفوا مصطفى شوبير ومحمد مغربي برضو مع بعثه الاهلي بعد سلبيه مسحتهم الطبيه. ونقول يعني في النهايه كل التوفيق اكيد للاعبتنا في مونديال الانديه، تحدي كبير بس تحدي احنا يعني ومش أول مرة كمان، فحتى لو كان في إصابات، حتى لو كان في غيابات، حتى لو كان في عدم مشاركة من بعض اللعيبة الأساسية، بس أنت برضو النادي الأهلي، فكل التوفيق إن شاء الله. هو طبعا الأهلي بمنحدر، ما عندناش ذرة شك في ده يا هواند، بس برضو يعني سيبك أنت، لو ما كانش حصل اللي حصل ده وكان النادي الأهلي راح بكل يعني جنوده وبكامل قوته وعتاده، كانت هتفرق برضو مع المنتخب كتير. يعني انا طبعاً. لما كانش بقى في تضارب بقى ما بين المنتخب، ولما كانش في الاصابات والعضله الخلفيه والضمه، لو ما كانش في شويه العكننه دي كانت هتفرق معانا كتير. بس برضو نرجع ونقول اولا واخيرا الاهلي بمنحدر ولاعيبتنا رجاله ويقدروا ان شاء الله يكونوا قد المسؤوليه.